أنور ادخل لنا. هيا نتعلم كيف نرسم أشياء جميلة بهذا القلم. أنور رسام، نرسم شكلا ونضيف لونا فيصبح حقيقة. هل هذا ممكن؟ أنور رسام، ابدأ على مهل، إنه شيء سهل بقلم وورقة، هذا هو الحل. أنور رسام. أرنوب ارسم لنا قندسا. انظر يا كوب، نكاد ننتهي، نحتاج إلى غصن آخر صغير. سأخبره. ويوكو نبني سدا كبيرا. ونكاد ننتهي. أأنت بخير؟ أجل بخير، ولكن هل السد بخير؟ جيد. ترى إنه سد جميل، ما رأيكم؟ يستطيع أن يساعدنا. انتظريني، سأعود. هل تحبون بناء السدود؟ أجل يوكو. عدت، والآن سأرسم قندسا. القندس ماهر في بناء السدود. قندس؟ أحسن، فكرة رائعة. كيف يبدو شكل القندس؟ سترين يوكو. أبدأ برسم الرأس، ثم أذنين صغيرتين، وأرسم الظهر مع الكثير من الفراء، ثم أرسم الذيل مثل النفاخة مع خطوط صغيرة، وأرسم رجلا خلفية وثانية، ثم أرسم البطن وواحدة من اليدين، وأخيراً أرسم خطاً عائداً إلى رأس القندس. ويجب ألا أنسى اليد الثانية. أرنوب، أرنوب، هل أستطيع رسم العينين والأنف؟ أرجوك. بالتأكيد تستطيعين يوكو. يوبي. أرسم نقطتين صغيرتين للعينين ودائرة كبيرة سوداء للأنف. ها هو. ينقصه شيء بعد، أتعرفونه يا أصدقاء؟ أجل، الأسنان. أحسنتم، إنه يستعمل أسنانه في قضم الأغصان. سأرسم له سنين ليقوم بشحذهما. والآن حان وقت التلوين. صحيح، رائع، اللون البني. ها هو. مرحبا يا أصدقاء. مرحبا، أتساعدنا في بناء سد أيها القندس؟ بالتأكيد، نحن القنادس نحب بناء السدود. رائع. هي توقف، نريد بناء سد وليس أكل الخشب. آنستي الصغيرة، نحن القنادس نمضي وقتنا بالقرض، وإلا فإن أسناننا ستنمو وتنمو وتنمو. أنتما هناك، ماذا تنتظران؟ هيا لنبدأ العمل، هيا هيا. حاضر سيدي. بسرعة، هيا ضاعتا جهودكما. واحد، اثنان، واحد، اثنان. لا نستطيع المتابعة سيدي. أطفال، إنه عمل شاق جدا. آه.
هو السد، سد قندس أصلي. رائع، شكرا لك يا قندس. لرسم قندس نبدأ رسم الرأس بشكل دائري، له أذنان صغيرتان، ثم نرسم الذات ثم الذيل، حيث نرسم بعض الخطوط المتشابكة. نرسم رجلين صغيرتين ونعود عاليا إلى الرأس ونرسم إحدى اليدين. بعد ذلك نرسم اليد الثانية، ثم نرسم العينين والأنف الأسود. والأسنان مهمة جدا، يمكنكم اختيار ألوانكم المفضلة. مرحبا يا أصدقاء، كيف أساعدكم؟ شكرا لك، أصبح لدينا سد جميل للتو. أتسمون هذا سدا؟ ينقصه شيء، لكنني لا أعرفه. ماذا تقصد؟ ها؟ هذا سد جميل جدا. لا، ليس جميلا. ساعدني إذا. والآن حان دوركم، إلى اللقاء يا